بصوا يا جماعة، النهاردة الفيديو ده مهم جدا جدا، لأن احنا بنتكلم على موضوع بيفرق في حياتنا بشكل كبير قوي، وهو كلمة التوقعات. احنا بيكون عندنا توقعات لحياتنا، والناس بيكون عندها توقعات لينا، والتوقعات الكتير دي بجد بتخرب حياتنا. يعني ممكن تخليك في وقت من الأوقات انت محبط ومكتئب ومش عارف تعيش بسبب ان انت كان عندك توقعات كتيرة، او بسبب الناس اللي حواليك كان عندهم توقعات كتيرة ليك. فاللي هو التوقعات دي ممكن تكون فعلا بتأثر على حياتنا بشكل كبير. حبيت اطلع كده واتكلم معاكم شوية في موضوع التوقعات، وازاي انت تعمل حاجة بيسموها managing your own expectations، او ادارة التوقعات الخاصة بيك، وmanaging others expectations، او ادارة التوقعات الخاصة بالناس عنك. فموضوع فعلا يعني مخيف لدرجات كبيرة صدقوني. واحنا البشر بنميل لفكرة التوقعات، كلنا بنحب نتوقع حاجات، كلنا بنحب نشوف مستقبلنا هيكون عامل ازاي، ويكون عندنا توقعات عالية جدا ليه. وكمان الناس اللي احنا بنتعامل معاهم بيكون عندهم توقعات برضو ناحيتنا، وناحية تصرفاتنا، وناحية مستقبلنا ونجاحاتنا، وحاجات كتير قوي كده. على جزئين في الفيديو ده. اول جزء ازاي انت تدير التوقعات الخاصة بيك، تاني جزء ازاي تدير التوقعات اللي موجودة عند الناس عنك انت كمان. فصراحة الفيديو ده هيكون قوي جدا، هنتكلم فيه على موضوع فعلا هيفرق في سلامك النفسي وفي حياتك وفي نجاحك، فتابعني كويس. وعلى فكرة لو انتوا بتسألوا هو احنا فين او ايه المكان ده، كان ده اللي هو اسمه برواز دبي او دبي فريم. البرواز ده هو المفروض بيعرفنا كده برضو دبي من فوق عاملة ازاي، فهنتوقع شيء معين عن دبي. هكلمكم اكتر عن الموضوع ده واحنا بنزور جوه دلوقتي دبي فريم او برواز دبي، فخليكم معايا. اول حاجة ممكن نتكلم فيها وانت بتعمل managing expectations او التوقعات بتاعتك، هي فكرة ان انت تدي لنفسك وقت. للأسف ساعات كتير قوي بيبقى في دماغنا حاجات واحلام كتير، ولكن مش مدين لنفسنا الوقت اللي نحققها فيه. انا متخيل ان انا فجأة كده هبقى رجل اعمال وناجح اول خطوة بتبديها في اي حاجة هي محتاجة شغل كتير ومحتاجة صبر ومجهود. في ناس كتير بتكون متخيلة ان الحياة وردية وان الحياة جميلة بشكل كبير قوي، ولكن ده مش الواقع. الواقع العكس، الواقع ان انت هتحاول مرة واثنين وثلاثة وتفشل عادي، طبيعي جدا. الواقع بيقول ان انت في حاجات كتير قوي هتحاول انك تعملها ومش هتظبط معاك من اول مرة. فليه دايما من البداية كده خالص بنقعد نفكر بطريقة اللي هو لا انا عايز اكون انا اللي جامد جدا واللي اول في كل حاجة وعملت كل حاجة بشكل كويس؟ ادي لنفسك وقت انك توصل لحاجة، مش معنى كده انك مش هتوصل، ولكن ادي لنفسك وقت. هي فكرة التخلص بقى من الاوفر ثينكينج. بصوا، التوقعات بتيجي في دماغنا ازاي؟ انت ممكن يكون عندك اوبورتيونيتي، او ممكن يكون عندك فرصة معينة يعني في مكان ما، او انت مستني حاجة تحصل يعني، فيقعد بقى عقلك يصور لك بقى الحاجة دي لما تحصل انت هتوصل لفين، وتقعد بقى تتخيل حاجات كتير قوي. وكل ما انت عمال تفكر في الحاجة دي، كل ما ده بيخلي الفكرة تتأكد عندك اكتر، وكل ما توقعاتك تزيد عنها اكتر، وكل ما تتعلق بيها كمان اكتر. عايز اقول لكم احنا ازاي بنحب اصلا، يعني لما بيجي مثلا واحد يشوف واحدة ويعجب بيها ويبتدي كده يتعلق بيها ويحبها، هو اللي بيحصل ايه هنا؟ اللي بيحصل ان هو بيبتدي يتخيل نفسه معاها، يقعد يتخيل بقى كل حاجة بتحصل حواليه وهي جنبه فيها، يقعد يتخيل شكل الفرح وشكل الهانيمون وشكلهم في بيتهم وشكل اولادهم كمان. ولما يقعد يتخيل عنها كتير هو هيجيت اوبسيسد بيها، يعني هو بيبقى مهووس بيها اكتر. ولما هو بيحصل كده وبيبقى عنده الهوس ده بيخليه خلاص هو مش قادر يقلل من توقعات ان هو ممكن ترفضه في الاخر. فواحده من ضمن الحاجات اللي بتخلي التوقعات عندنا تزيد بشكل كبير هي فكره الاوفر ثينكينج في الحاجه. فدونت اوفر ثينك، يعني انت بتعمل اللي عليك زي ما بيقولوا كده، وبترمي الباقي بقى على ربنا، تقول والله الموضوع في ايد ربنا، انا اجتهدت، انا عملت اللي عليا. اما الدنيا تبقى كويسه، ولكن في كل الاحوال انا ذاتس ماي اول. ثالث حاجه علشان تظبط التوقعات الموجوده في دماغك، هي انك ما تحكمش كتير على الحاجات اللي حواليك، ما تحكمش كتير على اللي انت بتعمله. ناس كتير بتقع في الفخ ده وبيحكموا على حاجات كتير في الحياه، بنقعد بقى نقول انا عملتها كويس ولا ما عملتهاش كويس، انا دي كان المفروض اعمل فيها ايه، ما كانش المفروض اكون بتكلم بالاسلوب ده، ما كانش المفروض افكر الفكره دي، ويقعد يحكم بقى كتير قوي على كل حاجه ممكن يكون بيعملها. ولكن برده في الاخر ده بيعمل ايه؟ ده بيخليك برده تتمسك اكتر بالفكره، ده بيخلي الفكره تتعلق في دماغك اكتر، وكمان بتاذي نفسك لان انت ما فيش حاجه في ايديك تقدر تكون بتعملها. يعني فكره ان انت تقعد تلوم نفسك على حاجه غلطت فيها انت الفتره اللي فاتت مثلا، في حاجه في الشغل او حاجه في اي علاقه او whatever،
ده بيخليك انت تتعلق اكتر بالحاجه دي وتبقى نيدي اكتر ليها وفي احتياج اكتر ليها، وكمان برضو بتاذي بيها نفسك. فزي ما انت بتتخلى عن الاوفر ثينكينج، فتخلى عن ان انت تكون تقول لنفسك بقى انا عملت دي كويس او عملت دي وحش. احنا بنعمل اللي علينا وبنليت جو الموضوع. انا هتحرك من مكان هنا وهقول لكم في اللقطه الجايه ازاي بقى كمان تمانج او ازاي تدير توقعات الناس ناحيتك، فاستنوا عشان دي حلوه قوي. واحنا برضو بنتكلم على موضوع زي التوقعات، مهمة جدا برضو نعرف ازاي نتعامل او ازاي نقلل توقعات الناس عننا، لان برضو واحنا بنتعامل مع ناس كتير فاكيد كل واحد ممكن يكون متوقع بقى مننا حاجات معينة، والتوقعات دي ممكن تخلينا نخسر حاجات في المستقبل، فمحتاجين برضو نمانج او ان احنا ندير توقعات الناس عننا. ففي برضو ثلاث حاجات مهمة جدا ممكن تكون بتعملهم عشان تدير توقعات الاخرين. اول حاجة فيهم هو انك تكون بتتواصل بشكل فعال او بشكل جيد، تقول كل انت عايزه وتقول كل انت محتاجه. ومشكلة كبيرة بتخلي الناس تكون متوقعة منك حاجات كتير هي ان مفيش كوميونيكيشن او تواصل مباشر او تواصل يعني فعال زي ما بيقولوا. خلينا اضربك الموضوع ده بمثل. ممكن واحد يكون بيعمل بنت على اساس ان هو اخوها مثلا او ان هم اصحاب عادي، وبعدين هي تتوقع بقى ان هو في حاجه ممكن تكون موجوده بينهم، وعشان هو مش بيكومينيكيت ان هم اصحاب واخوات، هو مش بيقول حاجه زي كده، فهي ممكن توقعاتها تروح في حته مختلفه تماما. فعشان كده محتاج ان انت كل شويه تكومينيكيت بشكل فعال، تتواصل بشكل فعال وتقول انت بتفكر في ايه وانت محتاج ايه من اللي قدام. وده بياخدنا للنقطه رقم 2 في اداره توقعات الناس، ولكن خلونا كده نلف ونرجع يعني عشان كده هبعد عن مكان العربيه شويه. ده بياخدنا للنقطه رقم 2 في اداره توقعات الاخرين، وهو فكره ان انت تتخيل اصلا توقعاتهم عامله ازاي عشان تعرف انت بعد كده تتواصل بشكل كويس. حط نفسك مكان اللي قدامك وحاول تتخيل هو ايه الرساله اللي وصلت له مني. حط نفسك مكان اللي قدامك وحاول تتخيل كده هو انا ممكن اكون وصلت له ايه بالظبط، وصلت له انهي معلومه بالظبط، وايه التوقعات اللي ممكن تكون موجوده عنده، لان ده اللي هيساعدك ان انت تتواصل بعد كده بشكل معايا علشان تدير التوقعات اللي موجوده دي. وتالت نقطه مهمه جدا جدا في اداره التوقعات عند الناس هي فكره ان انت تتحضر للمشاكل، لان كده كده انت مش هتعرف تسيطر على افكار الناس، ودي حقيقه وتعالوا نتفق عليها. انا ممكن اسيطر على افكاري، لكن فكره ان انا اسيطر على الافكار اللي عند الناس او اسيطر على هي الناس ممكن تكون بتفكر في ايه، لا دي حاجه مش منطقيه ومش هعرف اعملها. فانت حضر نفسك من الاخر كده ان هيكون في بعض المشاكل، وان في ناس ممكن تكون هتوصل لها رسائل غلط، وفي ناس هتكون متوقعه منك حاجات عاليه جدا. فانت من الاخر في حاجات هتضطر تتعامل معاها بمبدا الاكسبتنس، اللي هو انا هقبلها زي ما هي كده. زي مثلا يعني توقعات الاهالي مننا، ممكن يكونوا اهالينا متوقعين مننا حياه معينه او شغل معين او نجاح معين. مش بالضروري ان الكلام ده وان الحياه دي والنجاح ده يكون بيعبر عني، وده هيخلي ان في مشاكل بتحصل بيننا، وده هيخلي ان الدنيا مش هتكون الطف حاجه. ولكن هنا انا مش هقدر ودير توقعات الناس باني اغير تفكيرهم، ولكن على الاقل انا نفسي هكون بقبل ان هم ممكن يكون عندهم توقعات مختلفه. ده ممكن يساعدني بعد كده وانا بكومينيكيت او وانا بتكلم اني اعبر بالذات او اعبر بشكل كويس على ايه اللي انا محتاجه. فانك تدير توقعات الناس في جزء منها انك اصلا تقبل توقعات الناس عنك وافكار الناس عنك. يبقى احنا عندنا كده ثلاث نقط بنتكلم فيها النهارده ليها علاقه باداره توقعات انا الذاتيه، وثلاث نقط ممكن اكون بستخدمها علشان برضو اعرف ادير توقعات ناحيه الناس. حابب اقول لكم انا فين علشان يعني الناس اللي ممكن تكون بتسال. انا في مكان هنا في الامارات اسمه الميدان. الميدان ده المكان اللي احنا فاتحين فيه الشركه اللي موجوده هنا في الامارات واللي غرضها التطوير. سواء انت بقى شخص انت عايز تكون بتطور من نفسك، فعايز مشكله الامارات بجد العربيات السريعه اللي بتمشي جنبك دي. فلو انت شخص دلوقتي انت عايز تطور من نفسك، او انت شركه عايز تطور من نفسك، فشركه ذات ديفلوبمنت سوليوشنز او ذات لخدمات التدريب والتطوير هي اصلا موجوده هنا في المكان ده في الميدان. صراحه المكان جميل جدا، انا بحبه علشان هو هادي كده زي ما انتم شايفين. النهارده برضو العيد الوطني لدوله الامارات وكل سنه وهم طيبين، فالدنيا برضو شويه هاديه، وعشان كده حسيت ان الوقت ده ممكن يكون مناسب برضو للتصوير، يعني ان احنا نعمل فلوج وحاجه زي كده. anyway لو انت بتدور على تطوير ليك او لشركتك، فذات ديفلوبمنت سوليوشنز هنا في الامارات هتكون غرضها الاساسي هو التطوير ليك ولشركتك والكلام ده كله. فممكن تكون بتسجل من خلال اللينك الموجود في الديسكربشن تحتك لو انت كمان بتدور على التطوير، فممكن تتواصل معايا. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. وما تنسوش تقولوا لي هل نخلينا في الشكل القديم بس بتاع الزتونه اللي هو احنا قاعدين في مكتب كده وقاعدين في استوديو بنصور، ولا فكره ان احنا بنطلع بره دي فكره ممكن تكون كويسه يعني.